حصل فيها بشكل أصغر وقد يصل لك. بعد هذا، بعد هذا من الأبواب. نعم. الغلو في صالح. لا يا أخي، باقي المسلم. نعم. باب ما ذبح لغير الله. الذبح لغير الله. الذبح لغير الله. شرك أكبر، محبة وتعظيم. ذبح للجن لأصحاب القبور. نعم. طيب، ثم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني الكفار يذبح الآن في عيد من الأعياد، هل تأتي وتذبح معهم؟ لا. طيب، أما ما يتعلق بالاستعانة والاستعانة والاستغاثة والشفاعة، قلنا مثل باب الدعاء. يصح الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو لا يصح؟ يصح. أنا أقول لهذا الأخ أعني في حمل هذا الطاولة، نهض، حي، حي، حاضر، حاضر، قادر، نعم، أعتقد أنه سبب. يصح؟ الحمد لله. طيب، بهذا يعني تم القسم الثاني من أقسام كتاب الكفر. يبقى معنا مسألة مهمة جدا. يا أخواننا، الآن إذا جاءتنا فتوى في العقيدة، فتوى في العقيدة من هيئة كبار العلماء، من الشيخ بن باز، من الشيخ بن عثيمين، من الشيخ الفوزاني، من الشيخ الألباني، رحمه الله الجميع، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع فيه؟ تأخذها، صحيح؟ في العقيدة، نعم. لن نثق في دينهم وعلمهم. ليسوا معصومين، نعم نعرفها، ولا شك في هذا أصلا. طيب، ماذا بالفتوى في الجهاد؟ فتوى بماذا؟ في الجهاد، هل يصح الخروج إلى بلد كذا مجاهدا أم لا؟ طيب، فتوى هذا في الجهاد، هذا في أمر فقهي. وفتوى في العقيدة، في العقيدة. في العقيدة نأخذ بفتوى هيئة كبار العلماء. طيب، في الجهاد؟ لا، بعض الناس يقول لا، يأخذ فتواي أنا. إذا كنت في العقيدة أن آخذ فتوى هيئة كبار العلماء، فبرك بمسألة فقهية خروج الجهاد، لماذا أترك فتوى هيئة كبار العلماء؟ صحيح؟ وآخذ بفتوى إنسان لا يعرف العلم أصلا. هذا واحد. الأول. الثاني، كل عبادة من العبادة، أي عبادة، لا يمكن أن تكون هذه العبادة مقبولة إلا لا بد أن نتوفر في هذه العبادة شروط وأركان وواجبات تتبع الموالي. حتى الجهاد، حتى الجهاد لا بد له من شروط إخوانه. فهل توفرت فيك شروط الجهاد؟ قال انا ما اعرف شروط الجهاد. اذا تعلم اولا. الثالث، هذا يريد ان يذهب الى مكان ايه؟ مكان القتال. طيب، تعرف تربي بالسلاح، تعرف استعمال السلاح؟ قال ما اعرف. طيب كيف تذهب؟ قال هناك تعلم. ما يمكن. ذاك المكان مكان لماذا؟ قاتل. صحيح أم لا؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. الآن هذا الأخ أراد أن يسافر إلى المغرب، ماذا يصنع؟ يسأل أين أنزل؟ ما هي العملة؟ ما هي الفنادق؟ صحيح، حتى على الأسواق يسأل أحيانا، صح؟ وهذا يسافر إلى بلد آمن بفضل الله. كيف وهو يذهب إلى عند من تنزل؟ قال الحمد لله، كن على خير. قد ينزل عند رافض، صحيح؟ فكيف يا أخي تذهب وأنت لا تعرف عند من تذهب؟ والله يا إخواننا ما تصدقوا هذا، في العراق والله
كان يأتي الواحد إلى العراق ويؤخذ من قبل الرابط وكذا ويباع للأمريكان $250 قيمة المسلم السني $250 تشتري كبش أغلى منها بفتوى جهاد في مجلس من المجالس كان هناك واحد يتكلم عن الجهاد وكذا ولا بد أن تخرج تجاهد فقال رجل في المجلس أنت الذي تتكلم لماذا ما تخرج لماذا ما تخرج تخرج أولادنا وأنت لماذا ما تخرج قال لا أنا مشغول أنا مجهز قال اسمع أولادك علي والله أشتري أولادك عمارة كاملة يسكن ولهم دخل أخرج ما خرج ثم أنت الآن بعض الناس لديه تعرف أمور حقوق عباد وديون مخدرات المهم كم فيأتي هذا قال اسمع خمس دقائق عملية انتحارية جنة مباشرة هل يصح حقوق عباد لديه وعليه ذنوب وعليه كبائر لا تتحقق شروط التوبه يغفر للمجاهد كل شيء الا الدين لو كان عليه دين سدد قال لا اذهب صح يا اخواننا الشيخ بن باز رحمه الله يقول الحياه في سبيل الله اصعب واشق من الموت في سبيل الله تعيش 60 عام لله أمر صعب لكن ممكن 5 دقائق تدخل انتهى الأمر صح ولذلك هو ما يتحمل ما يستطيع جاءني يوم رجل الله أخواني هنا في جيبي دخان حليب مسبل المهم المهم قال والله أنا أحترق أنا ما أنام الليل انظر حال المسلمين اريد جاهد تجاهد نفسك اول تجاهد الكفار على ماذا صدق يا اخي تجاهد على ترك الدخان على حلق اللحى على الاسبان على ترك الصلاه على التوحيد صحيح يا اخوان ثم انت هل معنى هذا الكلام انك لا تحدث نفسك بالجهاد لا تدعو الله ان يرزقك شهاده حق لا شهاده زور انظر امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يدعو ان الله سبحانه وتعالى يرزق الشهاده في سبيله رزق الشهاده اين وهو في المدينه ما تتخيل هذا اخلص لله رزق الشهاده اخوان انت تدعو الله ان يرزقك شهاده حق لا شهاده شهاده زور اخوانا لابد ان ننظر في هذه المساله ان الان ياتي بعض الناس ويلعب خاصه على صغار السن وقال كذا وكذا ويلبس له في المسافه حتى لا يعرف شيء يا اخي ارجع الى كبار العلماء هؤلاء الحمد لله هاي كبار العلماء علم اسالهم يا اخي افتكم بالخروج اخرج قال ما حد يخرج تخرج تسمع فلان وعلا ما يمكن يا اخوان هذه مساله مهمه جدا كذلك يعني الان في هذه مساله التكفير يا اخوان يكفر بعض الناس بالجمله لاحظت اللي سمعت بعضه يعني يكفر كل يقول اهل دوله كذا كفار كان كفار سبحان الله من أنت؟ حتى أحيانا هو والله والله ما تصدق هذا في نفسه وهو جالس يفكر في نفسه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبد الرسول
تشك في نفسي أخي. مصيبة هذا والله. عمدة هؤلاء، عمدة هؤلاء الخوارج، العمدة عندهم ماذا؟ أدلة؟ بل بعض العلماء يقول أن هذه الفرقة الخوارج هي الفرقة الوحيدة، ممكن بعض الفرق يشاركون في هذا، التي لا يوجد لها مراجع، فرقة ليس لديها علم أصلا، ما عندهم مراجع كتب أبدا. ليس عندهم علم، يكفر بالجملة، فلان كافر، فلان كافر، فلان كافر، وليس عنكم يعني ما حدث في الجزائر. ثم تنبه ناس على هذه الفتنة، والله حتى كان الواحد، أنت تعرف هذا أكثر مني معنا، كان الواحد يعني يقول له القائد اذهب واقتني برأس أبيك، صح؟ أي نعم. قال إلى وقت أختي، قال لماذا؟ قال حتى نتسرى بها. صحيح أخواننا، الحذر، تكفير إطلاق الأحكام على الأشخاص، تكفير المجتمعات، التكفير بالجملة، كفر يبدع يفسق. هل كان السحاب على هذا رحمه الله عليه؟ أول من خرج في الإسلام من؟ من يعرف متى كان أول خروج في الإسلام؟ ذو الخويصرة. ذو الخويصرة خرج على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ قال كلمة حق أراد بها باطل. هذا هو قول الخوارج اليوم، يقول كلام في ظاهر حق لكن يريد به باطل. يقول لمن أعلن يا محمد؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتمن الله علينا، ثم يقول له اعدل يا محمد. اليوم يقول الناس والمسلمين يقتلوا كذا، هذا كلام صحيح، لكن ماذا اصنع؟ ارجع الى الكتاب والسنه يا اخي، مو ارجع اليه. اخواني هذه مسائل مهمه جدا، تكفير الجمله، تقطيع الناس. حتى انا يعني تسمع احيانا يعني يصنع اشياء عجب، يعني اراد ان يتزوج بفلان، اسمع اسمع الكلام، أراد أن يتزوج بفلانة من الناس، تقدم إلى خطبته، جاء إلى الأب، قال أريد الزواج فلانة بنتك، قال لا مثلك ما يزوج، قال أصلا أنت كافر ولا تسمح أن تكون ويلة. سبحان الله، الآن أصبح كافر. لماذا؟ عندما وقف قبل هذا كان ولي والله. طيب اعتبر ان هذا كافر، من كفر؟ من؟ علماء؟ لا، كفر جاهل، لعل هذا ما يصلي اصلا. طيب اذا كان هذا الولي كافر ماذا يصنع؟ المفروض اذا كان الاب كافر ينتقل الى من؟ الجد. لا، وياتي هذا قال اسمع زوجني واعطيك كذا، قال لا اعوذ بالله. اتي هذا قال نعم، قال الحمد لله. صحيح او لا يا اخوان؟ التكفير هذا ليس الينا، هذا عند العلماء، ينظر في المساله وينظر في كذا. اي نعم، ولو ردوه الى الرسول الى اولي الامر منهم لعلم الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الى قليل. هل معنى هذا اننا نتوقف في تكفير من كفر الله؟ والله ما يمكن. هل تتوقف في كفر ابليس؟ ما يمكن. اليوم هناك من يتوقف في كفر ابليس ايضا، والله ممكن موجود. ترى بين قيد، اما نكفر او نتوقف في تكفير ابليس. فهذه مساله خطيره جدا، تكفير المجتمعات، اطلاق الاحكام على الاشخاص، فلان فاسق، فلان
مبتدع فلان ضال مضل. نعم هذا ما يكون للعلماء الربانيين. ترجع الى كبار العلماء الحمد لله تصان سهل هذا. والحمد لله حكم العلماء حكم توقف العلماء توقفوا. ولا يكون هذا الامر مبني على الهوى مبني على كذا مبني على الجهل مبني على اي اشكال يحصل لهذا تجده كثير. طيب اذا هذه مساله الجهاد ومساله تكفير المجتمعات والخروج على الحكم. وليس عنكم الان يعني هذا ما حدث من ما يسميه هؤلاء الربيع العربي. يا اخواننا متى كانت المظاهرات لها علاقه بالاسلام؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول المظاهرات لا تمت للاسلام بصله، ما لها علاقه بالاسلام. الغايه ما تكمل الوسيله. انت الان دورك ان تتعلم التوحيد، تعلم الناس التوحيد، تدعو الله ان يرزقك شهاده حق، ترجع للعلماء في كل صغيره وكبيره الى علماء ربانيين، ودع عنك هؤلاء الصغار الذين يفتون يعني اشياء والله يتوقف فيها كبار العلماء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معكم الان يعني ان تراجع الى ان شاء الله تعالى درس الفجر. نبدا باذن الله تعالى بصلاه الفجر. يعني سواء هذه المذاكره او الكتابه اتفقنا انكم تكتبوا وتدرسوا. سواء كان يعني هذا ممن هو معنا هنا او سواء باللغه الفرنسيه او في مصلى مصر. الكل يجب عليه ان يتعلم التوحيد وتتذاكروا بينكم. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه.